حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من بيروت السيدة إقبال مراد دوغان، المحامية ورئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان. أستاذة إقبال، مساء الخير، أهلا بك معنا. قانون إلغاء إعفاء المغتصب من العقوبة في حال الزواج بالضحية، إلى أي مدى يعيد ولو القليل من حق الضحية؟ إلى أي مدى يمكن أن يعزز ثقة الضحية من جديد وثقة المرأة اللبنانية من جديد؟ هو حفاظ لكرامة المرأة. نعم. لأنه ما بيجوز واحد اغتصب امرأة تقولي له أنه تعا يعني خليه يغتصبها كل العمر. مش معقول، يعني قديش إهانة لها، وقديش هو له مخرج أنه أي شاب بتعجبه بنت بيروح بيغتصبها وبيعرض عليها الزواج، بيضغط عليها أهلها فبيعفى من العقوبة. هيدي كان شغلة كتير بنعتبرها مهانة مهينة للمرأة ولكرامتها المرأة اللبنانية. مش هيك قلنا فترة كبيرة عم نشتغل على إلغاء. نعم. هلا أكيد يعني عملنا خطوة كتير مهمة ولسه في شوية تفصيليات كمان بدنا نتم نشتغل عليهم حتى طيب. حتى يلتغوا بالخالص. انطلاقا من هذه النقطة التي ذكرت يا أستاذة إقبال، ما المواد الأخرى في القانون التي ترون بأنه لو يتم تعديلها أو إلغاؤها يمكن أن تحمي المرأة أكثر، أن تفيد المرأة اللبنانية أكثر؟ الجنسية، حق المرأة في إعطاء الجنسية لأطفالها ولعائلتها. نحن هيدي شغلة مهينة للمرأة اللبنانية وتنقص من مواطنيتها، لأنه نحن بالدستور في مساواة بين المواطنين كلهم. الرجل اللبناني يستطيع أن يعطي عائلته الجنسية اللبنانية، زوجته وولاده. المرأة اللبنانية لا تستطيع أن تعطي أطفالها، حتى أطفالها مش بس زوجها ما بتقدر تعطيهم جنسيتها. هيدي مطلب كتير كبير عنا، وقلنا 30 سنة عم نشتغل عليه ولحد هلا ما قدرنا وصلنا لنتيجة. نعم. طيب نعود لموضوع قانون إلغاء إعفاء المغتصب من العقوبة في حال الزواج. إلغاء هذا القانون ويعني هذا القرار الآن إلى أي مدى يمثل بارقة أمل بالنسبة للنساء عموما؟ نلاقي وقعنا ضحايا في باقي البلدان العربية حتى كي تحدو دولهم حدو لبنان. أستاذ إقبال، في دول عربية كانت لغيتها قبلنا، مثلا المغرب، الأردن، تونس. الأردن لغيت قوانين الشرف. نحن جرائم الشرف التغيت قبل عنا، العذر المحل والعذر المخفف التغيت عنا، فنحن يعني سبقنا بهالموضوع. هلا الموضوع هيدا قضية إعفاء المغتصب من العقوبة إذا كان تزوج من المغتصبة، هيدا بنعتبره إهانة كبيرة للمرأة. طيب ما العقوبة؟ ما العقوبة التي ينالها المغتصب في هذه الحالة؟ في عقوبة 3 سنين وطالع، ومشددة إذا كانت البنت قاصر تحت ال 15. نعم. يعني هيدا موجودة العقوبة بقانون العقوبات. هيدا كمان نحن عم نطالب تتشدد العقوبة. نعم. شكرا لك. عم نطالب انه نحط عمر الزواج 18 سنة مش اقل. نعم. شكرا لك على هذه المداخلة سيدة إقبال مراد دوغان، المحامية ورئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا لك.